السلام عليكم. اليوم راح نتكلموا على المشروع نتاع استغلال الحديد بمنطقة غار جبيلات بولاية تندوف. إذن هنا بعد ما تم استكمال كل المراحل نتاع تهيئة المشروع مع الشريك الصيني، وهنا شاهد وزير الطاقة والمناجم السيد محمد عرقاب مع المدير العام تاع الشركه الصينيه للانشاءات الهندسه المدنيه، اذا لترتيب كل الامور لبدايه المشروع نتاع المنجم تاع غار جبيلات، استغلال هذا المنجم. اذا اتفقوا على بدايه المشروع هذا قبل ما تكون فيها، قبل إنشاء الطريق السكك الحديدية نتاع تندوف بشار، لأن السكك الحديدية توصل حتى البشار، والجزء الموجود ما بين بشار وتندوف هو حوالي 300 كيلومتر. سيتم تحويل الحديد لمينري تاع الحديد بواسطة شاحنات من حجم كبير. إذن سوف يستعمل الشاحنات لنقل المادة الخام من المناجم الحديد بغار جبيلات نحو منطقة بشار، أين سيتم شحنها في القطارات نتاع السكك الحديدية، وفي منطقة لتخزين المادة الخام في بشار، وكذلك لتحويله التحويل الأول بمنطقة بشار يكون فيها المصانع تاع التحويل في منطقة بشار، إذا قبل ما تشحن في السكك الحديدية باتجاه الشمال نحو التصدير أو نحو الاستعمال الداخلي الوطني. إذا هذه باتفق عليه مع الشريك الصيني، وسوف اليوم الجديد اليوم هو أنه الوزير وزير الطاقة والمناجم سيد محمد عرقاب سوف يتجه غدا إلى منطقة تندوف لكي يدشن المناجم المناجم تاع غار جبيلات، ويدشن العملية تاع الاستغلال تاع الاستخراج تاع المواد الخام تاع الحديد. إذن لكي يبدأ المشروع في الانطلاقة الفعلية نتاعو، وهذا خبر جيد. تبقى مازال مشاريع أخرى بالجهة الشرقية تاع منطقة جبل العنق وبلاد الحدبة بولاية تبسة وسوق هراس في استغلال الفوسفات، وكذلك استغلال الزنك بولاية بجاية، وهذه كلها مشاريع مستقبلية نتاع الجزائر. إذا هنيئا للاقتصاد الجزائري وللشعب الجزائري بهذه الخطوات البناءة. نكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم.